بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وقائد الغر الميامين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الله تعالى أسأل أن يرزقنا حسن النية. وصلنا إلى قول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث. يعني كل من يرغب في سلوك الطريق المنجي في الآخرة عليه أن يعرف هذه الأحاديث الأربعين التي أوردها في كتابه الأربعين النووية. يعرفها كيف؟ يعرفها من حيث ألفاظها لفظ الحديث، ومن حيث معانيها، ما معنى هذا الحديث وما معنى هذا الحديث. من عرفها بألفاظها ومعانيها أعانه ذلك على سلوك طريق النجاة. لماذا هذه الأحاديث الأربعين؟ قال: لما اشتملت عليه من المهمات. يعني هذه الأحاديث الأربعون احتوت على أمور مهمة تبين قواعد الإيمان، وتبين أشياء كثيرة من الأعمال، ما يحل وما يحرم، يعني من القواعد التي يبنى عليها الكثير من الأحكام. قال: واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات. الأحاديث هذه الواردة في كتاب الأربعين النووية ليس فيها النص، ليس منصوصا فيها على كل الطاعات بالنص يعني، لكن تشير إليها. يعني هذه الأحاديث تعطيك قاعدة ينبني عليها الكثير من الأحكام. قال: وذلك ظاهر لمن تدبره، من تأمل فيما جاء في هذا الكتاب من الأحاديث يظهر له أن هذه الأحاديث ينبني عليها الكثير من الأحكام. قال: وعلى الله اعتمادي، أي في كل الأمور، وإليه، يعني لا إلى غيره، تفويضي. التفويض يعني انقيادي إلى الله تعالى في كل أموري، أنا منقاد إلى الله في كل أموري. واستنادي، أي التجائي واعتصامي، ألتجئ إلى الله وأعتصم بالله. قال: وله الحمد، لأن الله تعالى هو المستحق للحمد. والنعمة، النعمة العطية، معناها العطية، لأنه في الحقيقة أي عطية أنت تنالها هي من الله. لو فلان أعطاك عطية، الله تعالى هو الذي خلق فلانا، وهو الذي خلق عطيته، وهو الذي ألهمه أن يعطيكها. إذن العطية في الحقيقة من الله تعالى. كل نعمة تنالك هي بخلق الله تبارك وتعالى. قال: وبه التوفيق. التوفيق معناه خلق القدرة على الطاعة. أنت عندما تطيع الله تبارك وتعالى فهذا بتوفيق الله، الله الذي خلق فيك القدرة على طاعته. أما من حيث المعنى اللغوي، الوفق معناه الموافقة بين الشيئين، هذا وافق هذا. والعصمة، العصمة
معناها الحفظ، المعصوم هو المحفوظ، ولا يحفظ أحد إلا بحفظ الله تبارك وتعالى. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي فسرها فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. الواحد منا لا يستطيع أن يتجنب المعصية إلا أن يعصمه الله تعالى منها. لولا أن الله تعالى حفظنا من أن نقع في معصية ما لكنا وقعنا فيها. ولا قوة إلا بالله، أي لا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. لا تستطيع أن تفعل الخير والطاعة إلا بعون الله. لولا أن الله تعالى أعانك على ذلك لما استطعت أن تفعل شيئا من هذا. فإذا توالت نعم الله تعالى على الإنسان، يعني الله تعالى توالت نعمه على إنسان ما ولم يتخلل ذلك كبيرة، كل هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها على فلان، هذا الفلان، هذا الإنسان ما فعل كبيرة، هذا يقال عنه معصوم، هذا يقال عنه معصوم. كما في الأنبياء، النعم تتوالى عليهم من غير أن يكون بين ذلك كبيرة. بعض الناس ينعم الله تعالى عليهم فيستعملون نعمة الله عليهم في معصية الله، وقد تكون هذه المعصية من الكبائر. فنحن نقول الأنبياء معصومون لأن نعم الله توالت عليهم ولم يتخلل ذلك كبيرة، لأنهم معصومون من الوقوع في الذنوب الكبيرة وكذلك في الذنوب الصغيرة التي فيها خسة ودناءة. نبدأ بالحديث الأول، وهذا الحديث صحيح متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم، ومتفق على عظيم موضعه ومكانته وجلاله وعظيم فوائده، حتى قال الإمام الشافعي رضي الله عنه عن هذا الحديث الذي سنأتي على ذكره، قال إن هذا الحديث يدخل فيه ثلث العلم، إن هذا الحديث يدخل فيه ثلث العلم. كذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال مقالة تشبه مقالة الشافعي. طيب ليش هذا الحديث يدخل فيه ثلث العلم؟ الإمام البيهقي فسر ذلك، قال وذلك لأن الأعمال منها ما يكون بالقلب. طيب شوف الحديث الأول، إنما الأعمال بالنيات، لما قلنا لأن الأعمال منها ما يكون بالقلب فإذا الحديث المراد إنما الأعمال بالنيات. قال وذلك لأن الأعمال منها ما يكون بالقلب ومنها ما يكون باللسان ومنها ما يكون بالجوارح. هاي كم قسم صاروا؟ ثلاثة، قلب ولسان وجوارح. فلما الشافعي قال إن هذا الحديث يدخل فيه ثلث العلم، طب النية
ثلث أعمال الإنسان. يعني أعمال الإنسان تتوزع على القلب واللسان والجوارح. فهذا الحديث الذي هو إنما الأعمال بالنيات متعلق بثلث من هذه الأثلاث الثلاثة: عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. عمل اللسان والجوارح تلتين، بيبقى تلت اللي هو عمل القلب. لذلك الشافعي رحمه الله قال: يتعلق بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم، لأن هذا الحديث يتعلق بالقلب، يتعلق بأعمال القلب، وهو قسم من الأقسام الثلاثة التي تنقسم إليها الأعمال. وكثير من أهل العلم قالوا ينبغي لمن يريد أن يصنف مصنفا، أن يؤلف كتابا فيه نفع في الحديث مثلا، أن يبدأ تصنيفه مصنفه كتابه بهذا الحديث. شيء حسن مهم أن تبدأ تصنيفك أول ما تذكر فيه من بين الأحاديث هذا الحديث. ليه؟ وذلك تذكيرا للطالب الذي يقرأ في هذا المصنف. أنت لما تجيب كتاب لعالم، لمحدث، بخاري مسلم مثلا، وتريد أن تقرأ فيه، بالأول تجد الحديث إنما الأعمال بالنيات، ماذا تستحضر في قلبك؟ أن عملي هذا نويت به التقرب إلى الله. فتستفيد من قراءة هذا الحديث في أول الكتاب بإخلاص النية لله عز وجل. لذلك قالوا يستحب استفتاح المصنفات بهذا الحديث، المؤلفات يعني ابتداؤها. البخاري فعل ذلك، وغيره كثير من العلماء بدأوا مصنفاتهم بهذا الحديث تذكيرا بإخلاص النية لله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: عن أمير المؤمنين، الآن يذكر السند، بس ما ذكر السند من أوله، يعني من عند النووي إلى الصحابي الذي يروي عن النبي، اختصر كل هذا الإسناد، ذكر الصحابية ثم ما رواه هذا الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حذف الأسانيد. قال: عن أمير المؤمنين. لما يقول عن أمير المؤمنين من؟ عمر. ليش؟ ليش لما يقول عن أمير المؤمنين أول ما يخطر ببالك عمر؟ لأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من أطلق عليه هذا الاسم، أول من قيل له أمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب. يعني كخليفة، كخليفة. أما من حيث الإمارة أطلق على بعض الأمراء، يعني إذا كان مثلا هناك سرية للجيش كذا، أمير السرية يقال له أمير المؤمنين. لكن كخليفة أول من أطلق عليه اسم أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه. قبله من كان الخليفة؟ أبو بكر الصديق، كان يقال له يا خليفة رسول الله، ما كان يقال له يا أمير المؤمنين، كان يقال له يا خليفة رسول الله. ثم تولى الخلافة عمر فقيل له يا أمير المؤمنين. قال: عن أمير المؤمنين أبي حفص.
سيدنا عمر رضي الله عنه قال: إنه لأول يوم كناني فيه بأبي حفص. رواه الحاكم في المستدرك. إنه لأول يوم كناني فيه بأبي حفص. الحفص هو شبل الأسد، الحفص شبل الأسد، وهذه الكنية مشهورة عن سيدنا عمر. سيدنا عمر قرشي من قبيلة قريش من بني عدي، وبنو عدي هم أصغر أفخاذ قريش عددا. تعرف القبيلة تنقسم إلى أفخاذ وغير ذلك، حكينا عنها بدرس من دروس السبت. فأصغر أفخاذ قبيلة قريش هم بنو عدي من حيث العدد. وكذلك بنو تيم، بنو تيم هم قبيلة أبي بكر. عمر وأبو بكر كلاهما قرشي لكنهم فرع من قريش، فخذ من قريش. فالفخذ الذي منه عمر يقال لهم بنو عدي، والفخذ الذي منه أبو بكر يقال لهم بنو تيم. النسبة إلى بني عدي عدوي، والنسبة إلى بني تيم تيمي. قتل سيدنا عمر شهيدا في المدينة المنورة سنة 24 يعني من الهجرة، كان مضى على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة 24 سنة، عن 63 سنة. لما توفي كان مضى من عمره 63 سنة. وكان رضي الله عنه يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك. كان يدعو الله أن يرزقه الله تعالى الشهادة، أن يموت شهيدا في سبيل الله، وأن تكون وفاته في المدينة المنورة. هذا الحديث رواه مالك في الموطأ. اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك. فتوفي بالمدينة من ضربة أبي لؤلؤة المجوسي الخبيث، ضربه بسيف مسموم في خاصرته. أبو لؤلؤة مجوسي خبيث، كان غلاما يعني عاملا عند صحابي، فطلب عمر من هذا الصحابي أن يرسل إليه من يعرف كيف يعمل الرحى، فأرسل إليه هذا أبا لؤلؤة. ثم أبو لؤلؤ هذا كان اشتكى ظلما على سيده بأنه لا يعطيه أو لا يطعمه أو لا يعطيه المال الذي اتفق عليه معه، إن لم يكن يعني إن كان أجيرا، وكان كاذبا في هذا. لما تحرى سيدنا عمر عن الأمر وجد أبا لؤلؤ يكذب. فلم يكلم الذي شغله بأن يزيده في المال، لأنه كان كاذبا، كان يأخذ
ما اتفق عليه. ثم لما طلبه سيدنا عمر ليعمل الرحى قال له لأعملن لك رحى يتحدث الناس عنها في الآفاق. ثم ذهب، كان عمر في مجلس مع الصحابة، قال له لأصنعن لك رحى يتحدث الناس عنها في الآفاق. ثم خرج، فلما خرج قال سيدنا عمر أوعدني العلج، أوعدني العلج. ما معنى أوعدني؟ يعني هددني، هددني. وعدني عادة تستعمل وعدني إذا وعدت غيرك بشيء حسن، أما أوعدني فللتهديد تستعمل، كما قال الشاعر وإني إذا وعدته أو وعدته، يعني إذا وعدته أو هددته لمخلف إيعادي، لا أنفذ تهديدي، ومنجز موعدي، أما ما أعد به أنفذه. وهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات أيضا يروى عن طريق غير عمر، لكن الرواية عن غير طريق عمر لا تصح، يعني يروى أيضا من طريق سيدنا علي بن أبي طالب لكن لا يصح إسناد تلك الرواية، ويروى أيضا من طريق سيدنا أنس بن مالك ومن طريق أبي هريرة ومن طريق سعد بن أبي وقاص، وكلها طرق ضعيفة لا تصح، لا تصح إسنادا، يعني قد يكون في الإسناد كذاب. إنما يصح هذا الحديث من رواية عمر وحده من بين الصحابة. وهذا حديث مشهور بالنسبة إلى آخره. لما نقول مشهور، هذا اصطلاح عند علماء الحديث له معنى، غير لما نقول فلان الآن مشهور بيطلع على الميديا وبالتلفزيونات وكذا، لا، المشهور له تعريف في اصطلاح الحديث. فالعلماء قالوا هذا الحديث بالنسبة لآخره يقال عنه في اصطلاح المحدثين مشهور، وبالنسبة لأوله يقال عنه في اصطلاح المحدثين غريب. غريب بالنسبة لأوله، مشهور بالنسبة لآخره. مشهور وغريب، لأنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن أبي وقاص. ليش غريب؟ ليش اسمه غريب؟ راو واحد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، ثم عن هذا الراوي روى راو واحد، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، راو واحد، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. فإذا من عمر إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، سعيد الأنصاري، لم يروي هذا الحديث إلا راو واحد عن عمر، وعن الذي روى عن عمر، وعن الذي روى عن من روى عن عمر إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، راوٍ 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 وراوٍ. ثم بعد يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر، فرواه عنه أكثر من 200 إنسان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري رواه أكثر من 200 إنسان، وأكثر هؤلاء أئمة. فإذا في آخر هذا الحديث بالنسبة للرواة صار الحديث مشهورا، صار يسمى مشهورا. بالنسبة لأوله يقال عنه غريب. ليش غريب؟ رواه راو واحد
عن راو عن راو عن راو، ثم الشهرة انتشر، يعني رواه أكثر من 200 شخص من الأئمة فصار الحديث مشهورا. فإذا نظرت في كتب مصطلح الحديث بحثت عن هذا الحديث، المحدثون يقولون هذا الحديث في أوله غريب في آخره مشهور. غريب، غريب يعني رواه، سمعه من النبي واحد فرواه عنه، قد يكون سمعه أكثر، لكن الذي روى عنه بطريق صحيح واحد. ثم هذا الواحد الذي هو في هذا الحديث عمر رواه عنه واحد، ثم الذي هو علقمة، ثم عن هذا الواحد رواه عنه واحد، ثم عن هذا الواحد رواه عنه واحد، ثم هذا الأخير الرابع حدث به فرواه عنه 200 إنسان من الأئمة. لعند هذا الرابع غريب الحديث، باصطلاح علماء الحديث اسمه غريب. إذا كان الحديث يرويه راو عن راو عن راو عن راو اسمه حديث غريب. غريب ليس معناه غير صحيح، غريب ليس معناه غير صحيح. الترمذي ببعض الأحاديث بيقول حسن غريب، حسن غريب، هذا معنى غريب. مش غريب يعني الموضوع اللي يتكلم عنه الحديث مستغرب، لا. فواحد عن واحد عن واحد، ثم عن يحيى بن سعيد اشتهر الحديث، رواه عنه الأئمة وأخذه منه كثيرون ورووه، بعدين روايته اشتهرت. فإذا هذا الحديث غريب في أوله مشهور في آخره. هلا يعني بده يمرق معنا شيء في مصطلح الحديث، نحن عم نحكي بعلم الحديث الآن، بده يمرق. لو كنا يعني كتار منا ما سامعين ما أخدين شيء بمصطلح الحديث بالأول مثل المتن البيقونية، لكن بده يمرق معنا. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، يعني عن أمير المؤمنين أبي حفص الذي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث عام، يعني معناه ليس شيئا مختصا بفرد من الجنس ولا بفردين من الجنس ولا بعشرة آلاف من الجنس، إنما هو يعم الجنس. جنس إيش؟ جنس الأعمال. إنما الأعمال، إنما الأعمال بالنيات. الأعمال مفرد ولا جمع؟ مفردها عمل، بالجمع بتصير أعمال. طيب جمع دخله للتعريف، أعمال الأعمال، فدل ذلك على العموم، يعني أي عمل. إنما الأعمال يعني يشمل كل الأعمال. عم نحكي من حيث اللفظ بعد ما فتنا بالمعنى، تركيب لفظي للعبارة. إنما الأعمال، الأعمال جمع أعمال، جمع دخلها فيفيد العموم. أما بالشرع في المعنى الشرعي هناك أشياء لا بد من التنبه إليها، بالمعنى الشرعي في أشياء لا بد من التنبه إليها. في اللغة أحياناً تأتي بلفظ عام، تأتي بلفظ عام يعني يفيد الإطلاق، يفيد الشمول، لكن
بيكون هناك في قرينة شيء يدل على أنك لا تريد كل الجنس، إنما تريد قسما منه. مثلا بتقول جاءني القوم، ما هيك؟ يعني كلهم، إلا زيدا وعمرا، إلا زيدا وعمرا. طيب جاءني القوم، قوم جمع، القوم أفادت العموم يعني كل القوم. طيب وين القرينة التي قيدت هنا؟ أداة الاستثناء إلا، إلا زيدا وعمرا. فإذا لما دخلت أداة الاستثناء ما عاد كلمة القوم تفيد العموم، ما عادت تفيد العموم، ليه؟ قيدت بالاستثناء. في الشرع هناك شيء يقال له التخصيص، التخصيص. شو يعني التخصيص؟ يعني يرد حديث اللفظ في هذا الحديث يدل على العموم، وهذه نقطة مطلوب نحن كلنا نفهمها، إنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما فينا نفصله، لا نستطيع أن نفصله. بأي معنى؟ بمعنى إيه؟ إنما الأعمال بالنيات، يعني كل الأعمال ما في استثناء. لا، لكن في أحاديث أخرى ورد التقييد، فما فينا يعني نغض نظر عن حديث آخر يخصص هذا الحديث. التخصيص قد يأتي من حديث آخر، لأنه الحديثان ثابتان عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قول رسول الله وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه قول واحد، كأنه قول واحد. إلا إذا كان مثلا أحد الحديثين نسخ، نسخ يعني ما عاد يعمل بالحكم، مثلا مثل حديث إنا لا نستعين بمشرك، حديث إنا لا نستعين بمشرك، هذا حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحكم رفع بحديث آخر، جاء حديث آخر نسخ الحكم في حديث، في الحديث الأول إنا لا نستعين بمشرك، الحديث الآخر إنكم ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا واحدا فتنتصرون، ثم تغدر الروم فيرفع رجل من أهل الصليب الصليبة ويقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقتله، ثم تأتي الروم 80 راية تحت كل راية 12,000، إنكم ستصالحون الروم. والحديث الأول إنا لا نستعين بمشرك، كلام النبي لا يناقض بعضه بعضا. بالتتبع الزمني حديث إنكم ستصالحون الروم بعده، قاله النبي بعد الأول، بعد قوله إنا لا نستعين بمشرك، فكان ناسخا للأول. مثل إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، كان نهى عن ذلك، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ففي الشرع هناك شيء يسمى، يقال له التخصيص، يعني بيكون اللفظ يدل على العموم فيأتي دليل شرعي آخر يبين أن الحديث الأول الذي لفظه يدل على العموم لا يقصد باللفظ الذي فيه أو في هذه الآية، مشاط حديث قد يكون آية لا يقصد، يبين أن أنه ليس المقصود بهذا اللفظ كل الجنس، كل النوع، إنما قسم من الجنس. عن الريح الله تعالى قال تدمر كل شيء بإذن ربها، لكن هي ما دمرت السماوات، ما دمرت البحار مثلا، الأنهار، في تخصيص. كلمة كل في اللغة بالأصل
تأتي للعموم، لكن في تخصيص أنه ليس المراد العموم هنا. كذلك في هذا الحديث ها إنما الأعمال بالنيات، هذا اللفظ عام يفيد العموم لكن في أشياء تستثنى. طب كيف عم نقول في أشياء تستثنى هيك من عند أنفسنا يا أخي؟ اللفظ عام بس في أشياء تستثنى. على إيش بنيت كلامك؟ إنه في أشياء تستثنى. هذه الأشياء المستثنى تعرف من الأدلة الشرعية الأخرى، تعرف من الأدلة الشرعية الأخرى. يعني واحد عليه دين، أنت مدين مال من شخص فأنت أعدت له الدين، هل صح عملك ولا ما صح؟ بده منك مال، رجعت له هالمال، هذا العمل صح؟ رجع له المال ولا لا؟ صح عملك من غير نية؟ ما فيك تقول إنما الأعمال بالنيات وبناء عليه ما صح هذا العمل، يعني بعد ما رجعوا له مصرياته للزلمة صح العمل من غير نية. ثم قوله إنما، إنما هذه اللفظة إنما تدل على تأكيد إثبات الحكم المذكور بعدها. لو قال عليه الصلاة والسلام بدون إنما الأعمال بالنيات، لما جاءت إنما قبل الأعمال بالنيات أكدت على إثبات الحكم الذي سيذكر بعد إنما، وهذا بالإجماع. أحيانا إنما تقتضي الحصر المطلق، وأحيانا تقتضي حصرا مخصوصا. عم يطلع الليفل شوي بس ما في عنا حل لنبين المعاني. يعني الحصر المطلق هو انحصار، أن ينحصر الحكم في شيء واحد، ونفي هذا الحكم عما سوى هذا الشيء. يعني هذا الحكم يتكلم على شيء واحد ولا يدخل تحت هذا الشيء أشياء أخرى، كقوله تعالى إنما إلهكم إله واحد، إنما إلهكم إله واحد، هذا فيه إثبات الألوهية لله وهي منفية عما سوى الله. فهنا أفادت الحصر المطلق، إنما إلهكم إله واحد، سورة الكهف. فهذا فيه إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى وهي منفية عما سواه، فيسمى حصرا مطلقا. فإنما لفظة إنما تقتضي تأكيد الحكم الواقع بعدها. بعدين النحاة يعني علماء النحو والأصوليون بينهم اختلاف، بعض أو أغلب النحويين يقولون إنما تؤكد إثبات الحكم المذكور بعدها لتأكيد الحكم الذي سيذكر بعدها. يعني إنما تقتضي الحصر، انحصار الحكم في شيء واحد ونفي هذا الحكم عما سوى هذا الشيء. نقول هذا الحكم يتعلق بهذا الشيء، يؤكد هذا الشيء ولا يتعلق بما هو سواه، هذا اسمه حصر مطلق. وقد يكون الحصر مخصوصا،
شيء خصه، جعله مخصوصا ليس مطلقا، كقول الله تعالى إنما الحياة الدنيا لهو لعب ولهو، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. طيب إنما هذه أداة للحصر، مثلا من دخل إلى المصحف، هل دخل فلان وفلان وفلان وفلان؟ تقول لي لا، إنما الذي دخل فلان من بين كل اللي ذكرناهم، إنما الذي أنت حصرت الداخلين إلى المصلى في فلان، يعني غيره لم يدخل. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، تفيد إنما تفيد الحصر، فالحصر قد يكون حصرا مطلقا وقد يكون حصرا مخصوصا. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، ظاهر الآية ظاهر اللفظ الحصر، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، من آثر الحياة الدنيا فهي بالنسبة له لعب ولهو، من قدم الحياة الدنيا، من جعل شغله الشاغل الحياة الدنيا فهي بالنسبة له لعب ولهو، أما بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، أنت موجود في هذه الحياة الدنيا قد تتخذها قنطرة إلى الآخرة، جسرا إلى الآخرة، فتعمل فيها بطاعة الله تعالى، يعني قد تكون، قد يكون وجودك في هذه الحياة الدنيا سببا إلى الخيرات فتعمل لآخرتك. طيب اللي هيك شأنه هل يكون حياته لعب وله؟ لا، لا تكون حياته لعب وله. فالمعنى باعتبار من آثر الحياة الدنيا على الآخرة، يعني إنما الحياة الدنيا باعتبار من قدمها وآثرها على الحياة الآخرة لعب وله. طيب كيف بدنا نعرف إنه هيك المراد؟ من سياق الكلام، سياق الكلام يدل على المعنى المراد، فإذا يعرف من سياق الكلام أن هذه الآية ليست على الإطلاق، المعنى فيها ليس على الإطلاق، ليس حصرا على الإطلاق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا، شفتوا إجا الاستثناء، اللفظ بالأول عام مطلق، جاء الاستثناء فقيده، ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. وفي الحديث المعروف عندكم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء، فهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. في هذا الحديث ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، هناك شيء مستثنى من استحقاق اللعن، اللعن هو البعد عن الخير، الملعون هو المبعد من الخير. طيب ألا إن الدنيا ملعونة وملعون، ملعون ما فيها، ففي شيء في هذا الحديث مستثنى لا يستحق اللعنة، لا يستحق اللعنة،
كيف عرفنا من الاستثناء؟ إلا ذكر الله وما والاه، وما والاه يعني إلا ذكر الله وما أعان على طاعة الله، وما أعان على طاعة الله. وعالما يعني العالم العامل، مش أي عالم، في علماء لا يعملون بعلمهم وهؤلاء خطر. العالم الذي لا يعمل بعلمه خطر. والمراد بالعالم هنا العالم المتحقق في العلم، ومتعلما يعني الذي يطلب العلم خالصا لوجه الله تعالى من العلماء العاملين من الثقات. فبنرجع للحديث إنما الأعمال بالنيات. إذا قلنا إنما للحصر فيكون المعنى إنما الأعمال الشرعية، مش أي عمل، إنما الأعمال الشرعية يعني الأعمال التي جاء بها الشرع، لا تكون إلا بالنيات، يعني لا تكون معتبرة إلا بالنيات. فإذا قمت بعمل من الأعمال الشرعية بدون النية ما صح هذا العمل. مثل الوضوء، الوضوء عمل شرعي، الصلاة عمل شرعي، الغسل من الحدث الأكبر عمل شرعي، التيمم عمل شرعي، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الاعتكاف في المسجد وسائر العبادات، هذه أعمال شرعية. فهذه لا تكون معتبرة، لا يعتد بها إلا بالنية. لو وقفت، عم نحكي نحن بناء على مذهب الإمام الشافعي مشان ما نفوت باختلاف المذاهب، بناء على مذهب الإمام الشافعي، لأن النووية كان شافعيا، نحن عم نشرح بكتاب الأربعين النووية، والنووي شافعي، فحتى لا ندخل في أقوال مذهب أبي حنيفة ومالك. إنما الأعمال بالنيات يعني على تفسير الشافعية، فلا يعتد بالأعمال بدون النية. طيب إزالة النجاسة، إذا واحد مثلا دخل إلى الخلاء تغوط ثم استنجى ولم ينوي أن يستنجي، صح استنجاؤه ولا لا؟ صح، صح. فهذا مثل هذا، إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية بالإجماع. ليش لا تحتاج إلى نية بالإجماع؟ لأن العلماء فرقوا، قالوا إذا كان العمل من باب الترك لا يحتاج إلى نية، يعني ترك العمل، إذا كان العمل من باب الترك فلا يحتاج إلى نية. أما المذكور في الحديث العمل وليس ترك العمل، إنما الأعمال بالنيات ليس ترك العمل. العمل هو ما يفعله، ما يعمله الإنسان بقصد، سواء عمله بالجوارح أو عمله باللسان أو عمله بالقلب، فما يتركه الإنسان لا يكون داخلا فيما ذكرناه. شخص مثلا يدخل في ذلك في النية أيضا الطلاق، لكن ليس باللفظ الصريح، لأن الطلاق لفظ الطلاق منه ما هو صريح بالطلاق، أن يقول لزوجته أنت طالق، ومنه ما يكون كناية. في الكناية يعني ليس لفظا صريحا في الطلاق، لا بد من النية حتى يكون طلاقا. لو واحد قال لزوجته اذهبي إلى بيت أهلك،
قد يريد بهذا اللفظ الطلاق وقد يريد غير ذلك، روحي زوري أمك وأبوك مثلا. فإذا نوى بذلك الطلاق وقع الطلاق. ليه؟ لأنه دخلت النية هنا، دخلت النية. كذلك في الإعتاق، كذلك في الإعتاق. وفي غير ذلك من الأمور، مثلا إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق، ونوى بهذه اللفظة، قالها مرة واحدة لكن نوى بها طلقتين، قال لزوجته أنت طالق ونوى بقوله أنت طالق طلقتين، العلماء قالوا يقع طلقتان مع أنه قالها مرة واحدة. مثل إذا قال لها أنت طالق ونوى بهذه اللفظة تطليقها بالثلاث، وقعت الثلاث، وقعت الثلاث. كذلك يدخل في هذا الحديث البيوع والمعاملات، لأن النية داخلة فيها. ليش؟ كيف النية داخلة فيها؟ لأنها متوقفة على الرضا لصحة البيع. إنما البيع عن تراض، يعني عن تراض بين البائع والمشتري. فهذا الرضا شو؟ هذا نية في القلب، فلا بد من رضا الطرفين. إنما البيع عن تراض، رواه ابن ماجه. وهذا الرضا عمل القلب، الرضا عمل القلب، لذلك جعل اللفظ معبرا عنه. فلا يصح البيع إلا إذا قلت للمشتري بعتك هذا بكذا، وقال لك المشتري اشتريت بكذا. ليه؟ لأنه بدون هذا اللفظ، بدون هذه الصيغة لا يظهر الرضا، ما بيبين الرضا. كيف تعبر عن الرضا؟ أنت رضيان أن تبيعه بهذا المبلغ. طيب كيف يظهر الرضا؟ عمل قلبي. كيف يظهر؟ كيف يعني يتبين؟ بالصيغة. هذا مذهب الشافعي، بنرجع بنقول لا بد من الصيغة عنده. تقول له بعتك كذا بكذا، يقول اشتريت. خلينا نقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نكمل غدا بإذن الله عز وجل. هللوا وصلوا على رسول الله. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.